لو الحكاية فيها إن فيديو عديناها فترة هامة جدا في تاريخنا لما امتحان الأولاد في امتحان سنوات الناقص وامتحان سنوات النهائية نبدأ نعمل دراسة كبيرة أيضا ونبدأ مع الأعداد الكبيرة اللي ممكن في الجامعة المصرية ويكون الإجراءات الدراسية كلها منتظمة ويكون التعليم الهجين اللي احنا قلنا عليه أو على الطلاب والعاملين وإدارات الجامعات اللي هي ما دخلتش أبدا بالتعاقد على منصات تعليمية ومنصات إلكترونية ضخمه جدا زي اللي موجوده في الحته دي شغاله على ان شاء الله يكون عام دراسي موفق مع الزمن ما هو مش لاقط اي سيجنال عامل الالتزام يكون هو سمه العام الدراسي سواء التزام اعضاء التدريس وهي المعاونه بالتواجد ومع اول يوم في دراسه اهل المحاضرات بدات تشتغل ومعنين على هذا وايضا العاملين والموظفين والطلاب يكونوا موجودين في امان لان اهم حاجه بالنسبه لنا مع الدراسه ان يكون كل وسائل الامان اللازمه.